فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان يتنقل بشكل مستمر بين بلدتين والمسافة بينهما تبلغ 100 كيلو، ولكنه لا يسمى سفرا عند أهل البلد، فهل يأخذ بالعرف أم بالمسافة؟ ما هو الكلام عند أهل البلد، ما هو بالحكم عند أهل البلد، الحكم للشرع. إذا بلغ 80 كيلو فأكثر فهذا مسافر، نعم، له أحكام المسافر، نعم.